إصلاح الجامع والأوضاع التي آلت إليها الجامعة للنواب المحترمين بسيم الحقاوي، عبد القادر عمارة، الحسن الدودي، محمد ناجي بوليف، عزيز البقالي القاسمي، سمية بن خلدون، والأمين بوخبزة من فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت. عرفت الجامعة ارتباكا كبيرا وارتجالية معيبة في تنزيل الإصلاح الجامعي، كادت تعصف بالسنة الجامعية بأكملها في ظل غياب البنية التحتية الضرورية لاحتضان الإصلاح وقلة الموارد البشرية المتخصصة وهزال الميزانية الكافية للإقلاع الحقيقي للإصلاح. وهكذا شهدنا احتجاجا للطلبة استجابت له الحكومة بالقمع وبإخراج الهروات، وتابعنا أيضا إضراب الأساتذة الذين لم تكن التعويضات إلا واحدا من مجموع مطالبها للالتزام بشروط إنجاح الإصلاح الجامعي. نتساءل ونسائل السيد الوزير، هل الإصلاح الجامعي وهم واسم بدون مسمى أم طموح يتجاوز الإمكانيات الواقعية للإصلاح؟ شكرا السيد الوزير، تفضل. شكرا السيد الرئيس، شكرا للسيدة النائبة. الإصلاح اليوم في المغرب وفي مجالات متعددة لم يصبح حلما، بل هو واقع خلق حركية جديدة داخل الجامعة المغربية. وبطبيعة الحال أي إصلاح الذي يحمل مشروع تصحيحي ومشروع يفتح آفاق جديدة لابد من ردود فعل، وهذا شيء مشروع خاصة في قطاع له حساسية كبرى مثل قطاع التعليم بصفة عامة وقطاع الجامعي بصفة خاصة. من الصعب جدا وأنا في حوار مع السيدة النائبة أن نحكم على إصلاح في مهده، نحن في السنة الأولى، لكن أقول لكم بكل موضوعية وبكل نزاهة أن النتائج الأولية جد 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 مشجعة. نسبة الحضور داخل المدرجات ارتفعت بنقط كبيرة جدا نظرا للنظام الجديد الذي يعتمد المراقبة الدائمة. نسبة المشاركة في الامتحانات ارتفعت كذلك بنقط مهمة، وأنا متيقن وستكون لنا الفرصة قريبا إن شاء الله لإخباركم بالنتائج الأولية للسنة الأولى من إدخال الإصلاح البيداغوجي داخل الجامعة، يعطائكم كل المعلومات التي ستنير السيدات والسادة النواب. ما السبب؟ السبب هو أن الجميع بكيفية تدريجية انخرط في هذا المشروع مع مشاكل، وأشارت السيدة النائبة إلى البعض منها، لكن رؤساء الجامعات، هيئة التدريس، حتى الطلبة الآن أدركوا أن هذا الإصلاح لا يتناقض ومطامحهم ومصالحهم نظرا للنسبة المرتفعة فيما يخص المرور من الأسدوسة الأولى كما يقال بهذه اللغة الركيكة إلى حد ما إلى الأسدوسة الثانية. وحتى النقابة الوطنية للتعليم العالي بجميع مكوناتها دعمت هذا الإصلاح، بحيث هناك إجماع حول ضرورة تطبيق الإصلاح. وبطبيعة الحال كأي مشروع جديد يطرح مشاكل متعددة على مستوى الإنجاز، وعلينا أن نتعبأ جميعا حتى يصبح هذا الإصلاح الجامعي واقعا يساعد الجامعة المغربية على تبوء مكانتها وحتى تقوم بدورها في الألفية الثالثة. وشكرا لكم. شكرا. سيد الرئيس. تعقيب، تفضل سيد.
شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير. حقيقة هذه فرصة طيبة باش نهنيو السيد الوزير على القطاعات الجديدة التي أسندت إليه، ولكن غير من هذه الحكومة الجديدة فيرسيون 2 ديال السيج طو غادي يبان على أن الإصلاح حقيقة والجامعة بالفعل ما بقى عندها دور، لأنه أنا تنتصور المشاكل الحقيقية ما استطعتش وزارة ديال التعليم العالي باش تحلها، الآن ضافت إلى وزارة التربية، وبالتالي تنتصور على أنه المشكل سيكون أعقد. كانت عندي واحد مجموعة ديال النقاط ديال التعقيب، ولكن مادام السيد الوزير مشاف بالمقارنة ديال الحلم اللي أصبح واقع، حقيقة إلا كاين شي إنجاز ديال الإصلاح هو أنه بدأ، كان خاصنا على الأقل نبدأ، وحنا بدينا ومن بعد بالفعل ما يمكنش نقيموه من الأول خرج عوج، كما تيقول المثل الدارجي من الخيمة خرج عوج. أنا أعطيك واحد المجموعة ديال الأمثلة جد 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 جيدة بحكم الممارسة وحكم الواقع. حنا جايين من الجامعة والبارح وحنا في الكلية تنقول لك السيد الوزير المحترم بأن الطلبة راهم مرحبين، ولكن هذا القمع اللي أيضا الحكومة تعطيهم، أنا ما تنظنش أنهم كل ما يمشيوا يحتجوا تقمعوهم وتقولوا ترحبوا. فين هي هاد الدلال؟ كيفاش نتفهموا انهم ترحبوا فاذا بهم تتقمعوا؟ والنقابه اللي عليه اجماع، ما كاينش اجماع السيد الوزير داخل الصف الجامعي بين الاساتذه، وخاصه ان السيد الوزير السلف ديالكم في هديه جد جميله للنقابه في الافتتاحيه ديال المؤتمر الثامن ديالها الاخر كما تعلمون، عطى وعود منها حل المشكله ديال الدكتوره الفرنسيه وتاجيل اجل مناقشه الدكتوره الدوله الى اخره. حنا تنتمناو على انكم تمشيو في هذا السياق وتعطيونا الحلول السيد الوزير المقترحه باش نشوفوا بالفعل داكشي اللي تقترح واش يكون حقيقه. عندي واحد المجموعه ديال الاشكالات الحقيقيه، الغياب تفعيل هياكل المنتخبه، غياب تفعيل الظهير مكون المكتب الوطني للاعمال الاجتماعيه الجامعيه والثقافيه، تعليق تحضير الاجازات المهنيه، حتى اللغه والتواصل اللي المفروض انه تدرسوا وتتعطى الاساتذه ديال الجيولوجي باش يقريو التواصل ويقريو اللغه، عدم قدره المؤسسات الجامعيه على برمجه الخدمه المزدوجه الدوبل سيرفيس، المراسم ديال التعويضات ديال الاساتذه كما شفتوا السيد الوزير والاخراج ديالها. فعلى اي حال هذه مجموعه غير نبغي نبلغ للسيد الوزير على ان السيد الوزير السلف ديالكم جاء في الجلسه الاولى في اللجنه الاجتماعيه باش عرضنا الموضوع، ولكن قال غير لا فيرسيون ديال الوزاره، حنا مازال تنستناو 8 شهور باش نقولوا له الراي ديال النواب. شكرا سيد